بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، عاملاتي وعمال مصر الكرام في كل ربوع الوطن، السيدات والسادة، بداية يسعدني أن أتوجه إليكم جميعا وإلى الأمة العربية والإسلامية بأسمى آيات التهاني بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وعيد العمال. أعادهم الله تعالى علينا وعلى مصرنا الحبيبة بالخير والسرور والرخاء. إن احتفالنا بعيد العمال اليوم هو فرصة حقيقية للوقوف على ما أحرزه عمال مصر الأوفياء من تقدم في بناء الجمهورية الجديدة، ومناسبة لأن نستشرف معا مستقبل أبنائنا بروح جديدة مليئة بالأمل والعمل. معا فبالعمل تبنى الأمم وتقام الحضارات. عاملات وعمال مصر الكرام، لقد مر العالم خلال السنوات الأخيرة بأزمات متعددة، لعل أبرزها أزمة جائحة فيروس كورونا. ولا شك أن العمل تأثر كثيرا بتداعيات تلك الجائحة، حيث فقد ملايين العمال في العالم وظائفهم، وظهرت أنماط جديدة من العمل تعتمد اعتمادا كليا على التكنولوجيا الحديثة. وكان الرابح خلال تلك الفترة هو من أحسن الاستفادة من التطورات الرقمية الحديثة وواكب سرعة وتيرتها. ولذلك فقد أولينا اهتماما بالغا بالتحول الرقمي في جميع مجالات الدولة وكافة خدماتها. وعلى التوازي فقد قمنا بتقديم الدعم والحماية الاجتماعية اللازمة للفئات الأكثر احتياجا، فقامت الدولة بتقديم المنح الاجتماعية النقدية للعمالة غير المنتظمة فضلا عن تمكينهم اقتصاديا وتوفير فرص العمل المناسبة لهم والعمل على دمجهم بالقطاع الرسمي. كما تم الوفاء بأجور العمالة المنتظمة بالشركات المتعثرة من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال. كما لم نتوانى في دعم أصحاب الأعمال، فأصدرنا حزمة من الإعفاءات والمزايا النقدية لتخفيف الأعباء عن كاهلهم حتى تجاوزنا جميعا تلك الأزمة على نحو أكثر صلابة وأشد بأسا. وقد أشادت بتلك الإجراءات المنظمات والجهات الدولية، والتي اعتبرت مصر من التجارب الدولية الرائدة في هذا الشأن. وبالإضافة إلى جائحة كورونا، فإن التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الدولية كان لها بالغ الأثر على الاقتصاد العالمي، حيث تؤثر بشكل مباشر على حركة النمو الاقتصادي الدولي. ولا شك أن مصر جزء من هذا العالم، تتأثر بما يتأثر به إيجابا وسلبا، فكان لزاما علينا أن نتخذ بعض القرارات الاحترازية التي تهدف إلى حماية النظام الاقتصادي المصري من الاختلال. كما أن الإنجازات المتلاحقة والمشروعات العملاقة التي تحققت في مصر خلال السنوات السبع الماضية باتت سببا رئيسيا في الصمود أمام التحديات والأزمات، وكلها وبلا استثناء استهدفت أولا وقبل أي شيء تحسين جودة الحياة وتحقيق حياة كريمة لكل مواطن وللشعب المصري بأكمله. السيدات والسادة، لقد أدرك المصريون على مر العصور والأزمان قيمة العمل، فعملوا بجد واجتهاد جيلا بعد جيل، فعلى شأنهم وازدهرت حضارتهم وسبقوا بذلك كل الأمم. ولا يخفى عليكم أننا مقبلون على مرحلة مهمة من العمل
والإنتاج للوصول إلى آفاق جديدة لمستقبل وطننا الغالي، وما يتطلبه ذلك من إسهامات عمال مصر لاستكمال الطريق الصحيح الذي بدأناه. فلقد كان الإنسان دائما هو محور التنمية وركيزتها، فعزمنا على الاستثمار فيه من خلال تنمية مهاراته وقدراته المهنية والارتقاء بمستوى وعيه ومعرفته. وقد حققت مصر إصلاحا ملحوظا في منظومة التدريب المهني والتعليم الفني وفقا لمعايير الجودة العالمية، وارتفعت في ذلك مؤشراتنا الدولية، كما وجهنا بالعمل على وصول الخدمات التدريبية إلى قرى مصر من خلال وحدات التدريب المتنقلة على مستوى الجمهورية تحت مظلة مبادرة حياة كريمة، وذلك لتحسين مستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين وتوفير فرص العمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. شعب مصر الأبي لقد حظى الحق في العمل باهتمام بالغ من الدولة من خلال تكثيف الجهود المبذولة للحد من ظاهرة البطالة، ومن بينها التوسع في المشروعات القومية الكبرى وإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتحفيز الشباب على البدء في مشروعاتهم، وتصميم برامج تأهيلية وتدريبية للباحثين عن عمل. ولضمان تحقيق ذلك فقد وجهت الحكومة بسرعة الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والتي تهدف إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب وتحقيق نمو في الوظائف يتماشى مع النمو الاقتصادي، وهي الاستراتيجية التي ستتوائم مع الواقع الجديد لسوق العمل وتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة والتعامل بفاعلية مع وظائف المستقبل. كما أولت مصر اهتماما خاصا بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بأجهزة الدولة وهيئاتها العامة الاقتصادية والخدمية، وعلى التوازي فقد انتهى المجلس القومي للأجور إلى التوافق على تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص لأول مرة في مصر منذ العديد من السنوات. وعلى جانب آخر فلقد أضحى جليا أن تمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل يساعد على سرعة النمو الاقتصادي للبلاد ويعمل على زيادة الدخل القومي ويضاعف معدلات التنمية. لذلك فقد قامت الدولة بالعديد من الإصلاحات الخاصة بالمرأة العاملة، كما وجهت بضرورة وضع إطار داعم لتمكين المرأة في سوق العمل ومساندتها للالتحاق بوظائف المستقبل وحمايتها في أماكن العمل. عاملات وعمال مصر الكرام، بنات الأوطان باعث الأمل، صانعي مستقبل الأجيال القادمة، أنتم الركيزة الصلبة لهذا المجتمع وسبيله الرئيسي للبقاء والاستمرار وقوته الدافعة نحو النمو والازدهار. اعملوا وأحسنوا العمل وستجدونني دائما إلى جانبكم منحازا لقضاياكم وداعما لحقوقكم. وختاما أجدد لكم عميق اعتزازي بكم وبعطائكم وعزيمتكم الصادقة، كما أهنئكم جميعا بعيدكم وكل عام وأنتم بخير. ودائما وأبدا تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. و
أؤكد أنني على يقين من قدرة عمال مصر على استكمال مسيرة التنمية من أجل مستقبل أفضل لأجيال شابة وواعدة، وتحيا مصر. فتحية لكل عامل من أجل الوطن في سائر المواقع، وأؤكد عميق اعتزازي بكم وبعطائكم وعزيمتكم الصادقة، وأهنئكم جميعا بعيدكم، وكل عام وأنتم بخير. تحيا مصر، تحيا مصر. أهلا بحضراتكم في هذه التغطية المستمرة من التلفزيون المصري. تولي القيادة السياسية عمال مصر اهتماما كبيرا باعتبارهم القوة الفاعلة للمشروعات القومية الكبرى التي تشهدها البلاد من الإسكندرية إلى أسوان، فضلا عن مساهمتهم في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المحافظات. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ جمال رائف. أستاذ جمال، أهلا بحضرتك، كل عام وانت بخير في بداية الحديث، وأهلا بيك. طبعا تابعنا كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال، والتي بدأها بتحية عمال مصر وإرسال تحية بمناسبة العيد، عيد الفطر المبارك، إلى الأمة العربية والإسلامية. تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين، وكل عام وعمال مصر بخير وصحة وسعادة، ولديهم القدرة دوما على العطاء والبناء وخوض غمار معركة التنمية والتعمير في الدولة المصرية. أعتقد أن كلمة السيد الرئيس اليوم بتأتي في إطار يعني تقديم التحية وأيضا الشد على أيدي عمال مصر الذين يخوضون بالفعل معارك التنمية والتعمير في كافة ربوع الدولة المصرية. السيد الرئيس خلال كلمته في الحقيقة أوضح كيف تتعامل الدولة مع هذا الملف الحيوي والمهم والمتعلق ب يعني تأهيل العامل المصري وتطوير قدراته، وأكد السيد الرئيس على محاور مهمة للغاية أهمها في الحقيقة ما يتعلق بالتدريب والتأهيل وتطوير العامل المصري تكنولوجيا، ورأينا هذا الملف حاضرا على أجندة السيد الرئيس حتى في زياراته الخارجية حينما كان في ألمانيا، كان في اليابان. السيد الرئيس نعم سوف نتحدث بالتفصيل عن ذلك أستاذ جمال، ولكن نبدأ يعني كما بدأ السيد الرئيس، يعني أن قال أن العالم مر خلال السنوات الأخيرة بأزمات متعددة، طبعا أبرزها جائحة كورونا اللي كانت لها تداعيات كبيرة على العمل، كيف تعلق على ذلك؟ يمكن بالتأكيد جائحة كورونا جاءت لتعطل مسار العمل في العالم كله، ولكن الدولة المصرية وكانت طبعا لها رؤية خاصة ومعادلة خاصة بها، ولم تنفع لفكرة الإغلاق الكامل أو إيقاف دوران عجلة الإنتاج، ولكن الدولة المصرية استطاعت أن تدير الأزمة بتجربة خاصة بها من خلال فريان عجلة الإنتاج مع تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم وصرامة، وهذه التجربة بالفعل نجحت. وهنا الرقم المهم في هذه المعادلة كان العامل المصري، وبالتالي وجدنا السيد الرئيس اليوم يشيد بقدرة العامل المصري على مجابهة هذه الظروف الاستثنائية والعمل في ظل هذا الظرف الاستثنائي ومراعاة الإجراءات الاحترازية، وهذا كان نتاجه في الحقيقة تحقيق مصر في الحقيقة معدلات نمو ملحوظة خلال هذه الفترة. أيضا السيد الرئيس أشار لحتى الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة وتأثيراتها على سوق العمل، وكيف أيضا أن الدولة المصرية لن تستسلم لهذه الظروف بل سوف تمضي نحو العمل والإنتاج والبناء والتنمية. وهنا دوما بنجد أن رهان القيادة السياسية المصرية على العامل المصري وقدرته على العطاء، عشان كده بنجد دايما في جولات السيد الرئيس في مناطق العمل والإنتاج بيحرص على الحديث المباشر مع العامل المصري وتحفيزه والشد على يديه، ويعني أيضا حتى تطوير إمكانياته التكنولوجية والمهنية حتى يستطيع العطاء والتنمية وتقديم خدماته للوطن. ومن ثم هنا نتحدث عن ظروف بتطار كافة دول العالم، ومصر ليست بمعزل عن العالم بل هي قلب العالم. مصر أحد المحاور الاقتصادية المهمة في العالم، هي محور التجارة العالمي الأهم من خلال قناة السويس، هي
بتحصل ايضا او لديها موقع جغرافي بيصل ثلاثه قارات ببعضهم البعض، هي يعني قلب المنطقه العربيه والافريقيه، وبالتالي هي ايضا تتاثر بالمتغيرات الدوليه سواء كانت جائحه كورونا او الازمه الاقتصاديه او تبعات الازمه الاوكرانيه وغيرها من الامور. وهنا اصرار من الدوله المصريه لمسناه في الحقيقه من كلمه السيد الرئيس اليوم على فكره المضي نحو العمل والانتاج وعدم الاستسلام لاي ظروف تعيق دوران عجله الانتاج. وهنا حينما تتحدث القياده السياسيه المصريه بهذا الاصرار وبهذه العزيمه هي رساله قويه لعمال مصر ان يزيدوا من قدراتهم الانتاجيه وقدراتهم التدريبيه وان ينتجوا ويقهروا كافه الظروف حتى تمضي مصر نحو جمهوريتها الجديده. نعم، ايضا استاذ جمال، يعني السيد الرئيس قال خلال كلماته بمناسبه الاحتفال بعيد العمال ان الحكومه وجهت بسرعه الانتهاء من الاستراتيجيه الوطنيه للتشغيل والتي تهدف الى توفير فرص عمل جديده للشباب. يمكن هنا تعامل حديث مع ملف العمال من خلال هذه الاستراتيجيه. يمكن الدوله المصريه اتخذت عدد من الاجراءات خلال الأزمات الخاصة بكورونا أو الأزمة الاقتصادية وغيرها من الأمور، وكلنا رأينا كيف أن العمالة الغير منتظمة كان يقدم لها المنح والمساعدات وغيرها من الأمور. ولكن الآن الدولة المصرية أيضا ماضية نحو استراتيجية وطنية شاملة تستطيع أن تكون مظلة كبيرة لعمال مصر وتستطيع أن توفر لهم المزيد من الإمكانيات والخدمات وأيضا الفرص التدريب والتأهيل. ويمكن الدولة المصرية الآن من خلال هذه الاستراتيجية بتؤكد على اهتمامها بالعامل المصري وكونه كما تفضل السيد الرئيس إنه ركيزة البناء والتعمير والتنمية. وبالتالي حينما نرى الآن الدولة المصرية ماضية نحو هذه الاستراتيجية علينا أن نلقي أن الدولة المصرية بتولي اهتمام كبير جدا بالعامل المصري سواء من خلال وضع استراتيجية وطنية تكون مظلة كبيرة للعمال المصريين ويعني ترسم خارطة طريق مستقبلية للعامل المصري أو من خلال ما تقدمه الدولة المصرية حتى على صعيد يعني مساندة ومساعدة العمال. ويمكن السيد الرئيس استعرض الكثير من النقاط التي خططها الدولة في هذا المجال سواء في الظروف الاستثنائية من خلال تقديم المنح للعمالة الغير منتظمة أو توفير الإمكانيات لأصحاب العمل أو حتى الوصول إلى فكرة يعني ولأول مرة في تاريخ الدولة المصرية أن يحدد الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص. نعم. وأيضا رفع الحد الأدنى للقطاع العام. وبالتالي أنا أعتقد أن كل هذه الخطوات مع الاستراتيجية الوطنية للعمل في الفترة القادمة بترسم طريق جديد لعمال مصر وتحفزهم على المزيد من الإنتاج والعطاء. أيضا من خلال كلمة الرئيس حول ضرورة وضع إطار داعم لتمكين المرأة في سوق العمل ومساندتها للالتحاق بوظائف المستقبل وحمايتها في أماكن العمل. يمكن تمكين المرأة المصرية بيشهد طبعا تقدم كبير جدا بعد عام 2014 والجميع يشهد بهذا الأمر. ويمكن حتى التمكين لم يعد حتى تمكينا على الصعيد السياسي فقط ولكنه أيضا تمكين سياسي واقتصادي وأيضا اجتماعي وفني ورياضي في كافة المجالات. المرأة المصرية الآن أصبحت ممكنة ويمكن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المصري خير شاهد ودليل. أيضا تمثيل المرأة المصرية في السلطة التنفيذية في الحكومة أيضا يشهد على هذا الأمر وصولا لحتى التمكين الاقتصادي واهتمام الدولة المصرية بالمرأة المعيلة وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ويعني توفير المعارض الخاصة بهذه السلع وغيرها من الأمور التي تساعد المرأة على العمل وعلى الإنتاج. أيضا الحماية حتى الاجتماعية المقدمة للمرأة المصرية وتأكيد السيد الرئيس اليوم على هذه النقطة بالتحديد وتوفير الحماية للمرأة العاملة يدفع يعني القدرات والأمال في تمكين أكثر للمرأة المصرية في سوق العمل. والمرأة المصرية في الحقيقة بتثبت أيضا أنها على قدر هذه الثقة وعلى قدر يعني هذه المعطيات وبالفعل الآن بتشارك يعني تساند مع الرجل المصري ومع العامل المصري في سوق العمل. ورأينا الكثير من التجارب الآن النسائية في سوق العمل المصري مبهرة وبتبشر بالخير. وبالتالي أنا أعتقد أن تمكين المرأة في سوق العمل المصري الآن يشهد طفرة كبيرة جدا ومع دعم القيادة السياسية المصرية المتواصل للمرأة المصرية خاصة للعاملات المصريات هناك أيضا آفاق جديدة تنفتح أمام العاملات المصريات في المستقبل القريب.
أيضا هناك جملة من المبادرات الوطنية بما يؤدي إلى توفير سياقات محفزة لزيادة الإنتاج وتطوير الأداء، برأيك إلى أي مدى يسهم ذلك في تحقيق التنمية الشاملة؟ بالتأكيد يمكن تحفيز العمالة المصرية ودعمهم يعني اجتماعيا من خلال المظلات الاجتماعية، وأيضا من خلال تحسين هياكل الأجور، وأيضا من خلال الدعم الفني والتقني. عشان كده وجدنا السيد الرئيس اليوم يتحدث عن فكرة التدريب والتأهيل والمواكبة أيضا الفرص الجديدة في العمل والتكنولوجيات وغيرها من الأمور، خصوصا أن مصر طبعا مضي على خطط كبيرة جدا في الشمول المالي والرقمنة وغيرها من الأمور. كل هذه الأمور بتساهم بشكل فعال أن تجعل العامل هو الرقم الأهم في معادلة التنمية والتعمير والبناء. هذه المعركة التي تخوضها الدولة المصرية من أجل البقاء والوجود، المعركة التنمية والتعمير هي جزء من المعركة المصرية الكبيرة التي لها علاقة بالبقاء والوجود، وبالتالي هنا دور كبير جدا للعمالة المصرية، وأيضا دعم من الدولة المصرية بكافة أجهزتها وأيضا بكافة السبل لتعظيم دور العامل المصري ويعني مضاعفة قدراته الإنتاجية. ويمكن حتى ما يبرهن على هذا قدرة العامل المصري على إنجاز الكثير من المشروعات القومية في معدلات زمنية قياسية لم يكن أن تتحقق لولا أن لدينا هذا العامل المصري صاحب المواصفات والإمكانيات الخاصة. يمكن بالتأكيد حينما كان يتحدث السيد الرئيس دوما عن سباق الزمن وعن معدلات عمل غير مسبوقة، وهنا كان أيضا يراهن على قدرة هذا العامل المصري العظيم في تحقيق هذه المعادلة وفي هذه المعدلات الزمنية الغير مسبوقة. أيضا هذه المشروعات القومية العملاقة التي فتحت المزيد والكثير من مجالات العمل وأتاحت فرص العمل، مما انطبع على خفض معدلات البطالة وزيادة إنتاجية العمال المصريين، كلها أمور بتؤكد أن نحن أمام إتاحة للعامل المصري. وكما تفضل السيد الرئيس فكرة الحق في العمل، الحق في العمل هو واحد من أهم حقوق الإنسان. مصر تطبق مفاهيم حقوق الإنسان بما يتواكب مع الداخل المصري، وأهم وأبرز حقوق الإنسان أنا أعتقد أن هو الحق في العمل، لأنه يترتب عليه باقية الحقوق. يستطيع المواطن حينما يعمل أن يستطيع أن يصرف على باقي يعني الروافد التي تتيح له المزيد من حقوق الإنسان، وبالتالي حق العمل هو قيمة مهمة جدا بتعليها الدولة المصرية وبتؤكد عليها القيادة السياسية من خلال كلمة السيد الرئيس اليوم. نعم، جزير الشكر لحضرتك الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي متحدثا هاتفيا إلينا، شكرا جزيلا لك. أيضا معنا دكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد. دكتور محمود كل عام وحضرتك بخير. السيد الرئيس قال إن العالم مر خلال السنوات الأخيرة بأزمات متعددة، منها جائحة كورونا اللي كان لها تداعيات على العمل. تفضل يا دكتور. كل عام وحضراتكم بخير يا فندم إن شاء الله. يعني بداية السيد الرئيس يمكن أكد على نقطة محورية في كلمته، وهي أن العمالة المصرية أو العامل المصري هو الثروة الحقيقية للدولة، وهذا إنما يؤكد على أنه يعني أي عملية إنتاجية تتكون من 4 عناصر. أهم عنصر من هذه العناصر هو العنصر البشري، سواء في تنميته فيما يتعلق بتعلية قدراته الصحية أو حتى قدراته التدريبية والمهنية، وده يمكن بينصب بشكل مباشر على العملية الإنتاجية، لأنه دعم العامل سواء من الناحية الصحية يعني الإنفاق على قطاع الصحة وتعزيز هذا القطاع، ده له علاقة بشكل مباشر في تعزيز العملية الإنتاجية داخل الدولة، وحتى العملية التعليمية أو الإنفاق على قطاع التعليم. يمكن الدولة المصرية أو منذ تبنيها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في العام 2016 وتحقيقا لسلسلة الإشادات الدولية التي حققتها منذ العام 2018 وإشادات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكثير من المؤسسات، كانت خير شاهد على نجاح هذا البرنامج. وكان أكبر تحدي للإصلاح الاقتصادي داخل الدولة المصرية هي جائحة كورونا التي يعني ألقت بظلالها على العالم كله. ولكن أريد أن أؤكد في هذه النقطة أنه حتى في قلب هذه الجائحة كان هناك دعم للعمالة غير المنتظمة داخل الدولة، ثبات وصمود ومرونة الاقتصاد المصري أمام هذه الجائحة كانت خير دليل على
قوة ومرونة الاقتصاد المصري، يمكن حتى بعد جائحة كورونا وفي ظل الأزمة الروسية الأوكرانية كان الاقتصاد المصري أيضا يعبر عن مدى صموده أمام هذه الجائحة، لأنه لم يحدث حالة من حالات التضخم الجامح كما حدث في كثير من الدول، لم يحدث أن اختفت سلعة معينة من السوق. كانت الدولة المصرية، بل على العكس الدولة المصرية تحقق اكتفاء ذاتي في كثير من أنواع السلع، حتى فيما يتعلق بالسلعة التي تأثرت تأثرا كبيرا نظرا لاعتماد الدولة المصرية على الاستيراد سواء من روسيا أو أوكرانيا، وهو القمح. اتخذت الدولة أدواتها سواء الخاصة بالسياسة التجارية أو السياسة المالية أو النقدية وتعزيز هذا القطاع، سواء من دعمه أو دعم الصادرات أو دعم منتجي القمح، في هذا الصدد لعدم إحساس المواطن المصري باختفاء هذه السلعة وصموده أمام هذه الأزمة المالية العالمية. نعم، أيضا السيد الرئيس خلال كلماته بمناسبة عيد العمال أشار أن الحكومة وجهت بسرعة الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، واللي بتهدف طبعا إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب. يمكن واحد من أهم أركان هذه الاستراتيجية هو تهيئة الجو أو المناخ المصري القابل لجذب عملية الاستثمار. نعم. الدول أي استثمار سواء كان استثمارا محليا أو حتى استثمارا أجنبيا مباشرا يستلزم هذا الأمر تهيئة الوضع داخل الدولة لأن يكون جاذبا للعملية الاستثمارية، لأن هناك قانون يحكم هذا الأمر وهو أو عرف اقتصادي يقول أن رأس المال جبان ودائما ما يبحث عن المكان الذي يعظم أرباحه، وبالتالي أي مستثمر أجنبي أو محلي هو يبحث عن المكان الذي يتوافر فيه المناخ الجيد الذي يعظم من أرباحه. الدولة المصرية استطاعت سواء في الشق المالي أو الشق النقدي أو حتى البنية التحتية التي يعني غيرت من خريطة الدولة المصرية ووضع الدولة المصرية على خريطة الاستثمار بشكل الذي جعلها يعني واجهة الاستثمار أو يعني تحصل للمرة الخامسة على التوالي بأن تكون واجهة الاستثمار الأولى على مستوى القارة الإفريقية. هذا المركز اللي كانت جنوب أفريقيا تحتله لفترات طويلة، ويمكن من ينظر إلى التقارير الدولية حيجد حتى معدلات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر حصل فيها طفرة فيما يتعلق بالأرقام، وكانت واحدة من أهم الأمور اللي بتؤدي إلى دخول وعرض الدولار. هذا كل هذه الأمور التي تدعم العملية الاستثمارية تهيئ بيئة تشغيل كاملة ومناسبة للمستثمر. حتى تأكيد السيد الرئيس على دعم القطاع الخاص في أكثر من كلمة هو واحد من أهم الأمور التي يمكن أن تساعد في دعم وتشغيل العمالة المصرية. القيادة السياسية أيضا عملت على مدار السنوات الماضية على تحسين أوضاع العمال، فكان وضع حد أدنى للأجور وتفعيل دور المجلس القومي للأجور وأيضا إعادة تشكيله، بالإضافة إلى دعم العمالة غير المنتظمة في فترة انتشار وباء كورونا. برأيك إلى أي مدى يسهم ذلك في تحقيق التنمية الشاملة؟ ده طبعا واحد من أهم الأمور التي يمكن أن تدعم، لأن العمالة هي يعني الوضع الذي يمكن أن يدعم العملية الإنتاجية سواء لتغطية الإنتاج المحلي أو حتى ما يفيض من ذلك لدعم قطاع التصدير. هذه السياسات سواء في دعم العمالة غير المنتظمة أو حتى وضع حد أدنى للأجور واحد من أهم الأمور التي يمكن أن تدعم العملية الإنتاجية داخل الدولة، وحتى يعني تغطية الاستهلاك المحلي أو حتى تنقية أو تحسين المنتج المحلي ليكون له وضع في تنافسه في الأسواق العالمية. ده واحد من أهم الأمور التي يمكن أن تحافظ على استقرار سعر صرف العملة، لأنه قطاع التصدير في انتشاره بيخفض من فاتورة الواردات وبيكون أحد العوامل بتؤدي إلى دخول العملات الصعبة داخل الدولة المصرية. نعم، أيضا يعني من خلال كلمة الرئيس تحدث عن دعم أصحاب العمل وبحزمة من الإعفاءات، كيف ترى تأثير ذلك على الاقتصاد؟ يعني ده يأتي في سياق السياسة المالية أو استخدام الدولة لأدوات السياسة المالية،
سواء بالقرارات الحكوميه فيما يتعلق يعني بالاعفاءات الضريبيه، ولو نظرنا لاخر تعديل في قانون ضريبه القيمه المضافه يمكن حدث تخفيض لكثير من انواع الضرائب، وحصل ايضا اعفاءات ضريبيه في بعض القطاعات، ده يعني لدعم هذه القطاعات وترك مساحه كبيره لها للعمل بالشكل الذي يمكن ان يستوعب عدد من العماله بشكل اكبر. ايضا اتخاذ الدوله وافتاح الدور للقطاع الخاص من خلال بعض القرارات التي تتخذ، ويمكن لو نظرنا الى تصريحات السيد الرئيس نفسه في سلسله من اللقاءات يعني كان يؤكد على دعم القطاع الخاص وافتاح المجال له واعتباره شريك اساسي مع الحكومه في عمليه التنميه. كل هذه الامور يعني وايضا انشاء جهاز المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر دكتور. نعم. محمود، وحتى البنيه التشريعيه يعني واحد من اهم الامور اللي بتدعم القطاع الخاص وتدعم العماله. نعم. ايضا البنيه التشريعيه وبعض القوانين المرتبطه سواء بشكل مباشر ببيئه العمل او بشكل غير مباشر زي قانون افلاس الشركات، قانون الاستثمار، كل هذه الاطر التشريعيه التي تحفز من وضع التشغيل داخل الدولة المصرية واحدة من أهم الأمور التي يمكن أن تهيئ المناخ المناسب لزيادة التشغيل. أيضا الرئيس السيسي تحدث خلال كلماته حول ضرورة وضع إطار داعم لتمكين المرأة في سوق العمل ومساندتها للالتحاق بوظائف المستقبل طبعا من خلال التدريب والتأهيل. يعني الآن أصبح تمكين المرأة واحد من أهم المؤشرات الخاصة بالتنمية البشرية، يعني أصبح يقارن بمتوسط نصيب الفرد من الدخل، مستوى التعليم، مستوى الصحي. أيضا تمكين المرأة داخل الدولة سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية السياسية يعني ينظر له في التقارير الدولية بأنه أحد المؤشرات التي تصنف بالنسبه لها دول العالم من حيث مقياس التنميه البشريه. الدوله المصريه اتخذت خطوات كبيره في هذا الصدد سواء في الجانب السياسي، التمكين السياسي للمراه وعدد المقاعد التي تحصل عليها سواء في المجالس النيابيه او غيره، وحتى في العمليه الاقتصاديه من خلال دعم المراه، لان كمان عندنا وفقا للتقارير المصريه المراه المعينه نسبتها متزايده داخل الدوله المصريه، توفير العمل لها، توفير حاضنات أعمال للمشروعات التي تبناها المرأة، كل هذه الأمور يعني واحدة من أهم الخطوات التي جعلت الدولة المصرية تساعد في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة. أيضا أشار السيد الرئيس أننا مقبلون على مرحلة مهمة من العمل والإنتاج للوصول إلى آفاق مستقبلية جديدة. بطبيعة الحال لأن الدولة المصرية تسعى الآن إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من كثير من أنواع السلاح، لأنه أصبح العالم الآن في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، ويعني التي إنجاز التعبير تعتبر بجانب الإطار السياسي هي أهم أزمة أو أصعب أزمة مالية تعرض لها العالم في خلال 100 سنة الأخيرة، وبالتالي هذا الأمر يستدعي أن تحافظ كل دولة على تحقيق قدر كبير من الاكتفاء الذاتي خصوصا من السلع الغذائية والزراعية. الدولة المصرية اتخذت خطوات كبيرة في هذا الأمر وتسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي. يمكن لدينا مشروعات الزراعية ومشروعات الاستزراع السمكي وكل هذه المشروعات القومية التي بدأت فيها الدولة المصرية منذ فترة بتدعم عملية تحقيق الاكتفاء الذاتي، ويمكن كمان حتى تحسين جودة المنتج المصري يكون منافسا لعملية التصدير. الحقيقة احنا بنشكر حضرتك الشكر الجزير الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، شكرا جزيلا لك. يعد عيد العمال بمثابة احتفال واحتفاء بجهود العمال ودورهما الكبير في حياة الأمم وتقدم الدول، فبالعمل تزدهر الشعوب وبالعمل تنطلق الدول نحو التنمية والتقدم والرخاء.
تحتفل مصر ودول العالم في الأول من مايو من كل عام بعيد العمال، هؤلاء الذين يعتبرون قاطرة التنمية والعمود الفقري لتقدم الدول وازدهارها. تعود خلفية هذا اليوم إلى القرن 19، فقبل الإعلان عنه بسنوات كانت بداية عيد العمال في 21 من أبريل من عام 1856 في أستراليا، ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وفي الأول من مايو من عام 1886 نظم العمال في شيكاغو ومن ثم في تورونتو الكندية إضرابا عن العمل، شارك فيه ما بين 350 و400 ألف عامل يطالبون فيه بتحديد ساعة العمل اليومي إلى 8 ساعات، وهو الأمر الذي لم يرقى للسلطات وأصحاب المعامل في هذا الوقت، لا سيما وأن الدعوة للإضراب حققت نجاحا جيدا وشلت الحركة الاقتصادية في المدن. وبعد هذا الإضراب وفي عام 1891 اعتبر الأول من مايو عيدا للعمال، كما تجاوزت القضية أسوار الولايات المتحدة الأمريكية وبلغ صداها عمال العالم. وفي عام 1904 تمت دعوة جميع المنظمات والنقابات العمالية في جميع أنحاء العالم إلى عدم العمل في الأول من مايو من كل عام، بالتوازي مع السعي لجعله يوم إجازة رسمية في دول العالم. مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا هاتفيا الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار للتعليق على كلمة السيد الرئيس بمناسبة الاحتفال بعيد العمال. أستاذ الدكتور هشام أهلا بحضرتك. يعني الحكومة وجهت بسرعة الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والتي تهدف إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب، كيف ترى ذلك دكتور؟ مساء الخير في البداية، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين وكل عام والجميع بخير. بالتأكيد كلمة السيد الرئيس في بمناسبة عيد العمال بتأتي في ظروف بالغة التعقيد على المستوى الدولي، وبالتأكيد الاقتصاد المصري ما زال بيواجه هذه التحديات والتداعيات الحقيقة من جدار الحرب المشتعلة في أوكرانيا. بالتأكيد الظروف الحالية بتستوجب أنه يكون في مزيد من التركيز والاهتمام، وده المضمون اللي كان بيركز عليه السيد الرئيس في كلمته، انه الحقيقه دسائله كانت موجهه للحكومه، كانت موجهه لمجتمع العمال، وكانت موجهه للعمال نفسهم. بالتاكيد ما يتعلق بوجود استراتيجيه على مستوى الدوله ككل بالتاكيد مساله هامه للغايه، واتصور انه الحقيقه الحكومه في اطار سعيها لاصلاح منظومه التشغيل بشكل عام اتصور انها هتكون ملتزمه امام مش بس السيد الرئيس لكن كمان امام المجتمع ككل، انه يكون لدينا استراتيجيه تحمي الاقتصاد المصري وتحمي مؤسسات العمال وتحمي العمال من اي تداعيات يمكن ان تؤثر عليهم من جراء صدمات او ازمات تشتعل في الخارج. مؤكد انه الاستراتيجيه دي مفترض انها بتعمل على عدد من المحاور، المحور الاول هو اصلاح بيئه العمل، وده الحقيقه مساله هامه للغايه انه يكون بيئه العمل اللي بيعمل فيها كافه العاملين بتكون مش بس انها تناسب او تساعد العاملين لكن كمان تهيئ فرص جيده لمزيد من ابداع وطاقات انتاجيه جديده. الامر الثاني انه ازاي يكون لدينا فكره التنميه المستدامه اللي بتنعكس بمعنى ايه يا فندم تحسين بيئه العمل؟ هل عن طريق تغيير التشريعات ام عن طريق تحسين مثلا اماكن العمل ام عن طريق رفع مستوى العمال عن طريق التدريب؟ هو بالتاكيد الظروف اللي مضينا بيها خلال العوامل الثلاثه الماضيه ما يتعلق بجائحه كورونا والتداعيات السلبيه لا، هي غيرت من شكل وطرق العمل. مؤكد العمل اونلاين بالتاكيد بقى اكثر انتشارا.
مؤكد انه ظروف العمل بقت اكثر اختلافا، وبالتالي مهم جدا انه المؤسسات المصريه تتواكب مع التطور اللي بيحدث في ظروف وبيئه العمل، وكمان هي علشان مش بس تحافظ على العمال لكن كمان علشان تزيد من قدر الانتاجيه ومن القيمه المضافه، وبالتاكيد دي مساله هامه للغايه. ما يتعلق بمؤسسات الاعمال كمان مهم انها هي توجه جزء من موازناتها للاهتمام بالعميل، ومش بس في اطار التعليم والتدريب لكن كمان في اطار انه يكون ظروف العمل مواتيه، علشان ده هينعكس ايجابيا مش بس على العمال ومش بس على الوضع الاقتصادي لكن كمان هينعكس ايجابيا على اداء ونتائج مؤسسات العمل ذاتها. وكمان الحقيقه احنا بنواجه ظروف صعبه للغايه في اطار مش بس التداعيات السلبيه لجائحه كورونا لكن كمان الحرب المشتعله الخارجي. وده الحقيقه بيخلق تحديات كبيره للغايه على الاقتصادات وكمان على مؤسسات الاعمال. والحقيقه قدر ودرجه خلق فرص جديده للعمل اصبحت صعبه للغايه. ونحتاج لقدر استثمارات كبير. ومن هنا مهم انه يكون الاستراتيجيه اللي بينادي بيها الفريق الرئيس للحكومه والتكليف الواجهه للحكومه انه ازاي يكون عندنا فكره التشغيل المستدام، بمعنى انه ازاي يكون عندنا مؤسساتنا هي اللي في اطار من القيمه المضافه الاعلى، في اطار من النمو والكبر، انه ازاي يكون لديها بشكل مستمر وبشكل دائم وبشكل مستدام فرص عمل يتم توليدها بفعل النمو اللي بيحدث لهذه المؤسسات. وده الحقيقه محتاج استراتيجيه مش بس على مستوى الحكومه اللي الحقيقه الحكومه ملتزمه بيه لكن كمان على مستوى كافه مؤسسات الدوله. وده الحقيقه مساله هامه للغايه ان يكون لدينا هذا الامر، لانه مؤكد على الرغم من ما تقوم به الحكومه وما تقوم به الدوله كمان الصناعات المعضليه في اطار زياده المرتبات والدخول وفي اطار المساعده في خلق مزيد من فرص العمل سواء كان من خلال المشروعات القوميه اللي الدوله بتنفذها، لكن كمان الحقيقه محتاجين انه مجتمع الاعمال يتبارى في مش بس ضخ استثمارات لكن كمان في توليد مزيد من فرص العمل كي تتماشى مع التطور اللي بيحدث داخل الوضع الاقتصادي المصري. بالتاكيد دي كلها تحديات بتواجه الدوله المصريه، وعلى الكل انه الحقيقه يكون بيعمل في اطار استراتيجيه متكامله، استراتيجيه واحده علشان نحقق مستهدفاتنا جميعا. ايضا السيد الرئيس السيسي اشار الى ان الدوله قامت بتقديم المنح الاجتماعيه النقديه للعماله غير المنتظمه وتمكينهم اقتصاديا، وايضا توفير فرص العمل المناسبه لهم طبعا من خلال المشروعات القوميه العملاقه. كيف ترى ذلك في محاوله لتسهيل بيئه العمل وايضا تحسين الظروف المعيشيه من خلال طبعا هذه المساعدات او هذه يعني الاجراءات الغير عادية؟ هو بالتأكيد في إطار الخبرات المتراكمة للدولة المصرية واللي الحقيقة يمكن نجحنا فيها باقتدار خلال مرحلة الصراع الاقتصادي اللي بدأ في 3 نوفمبر 2016، إنه إزاي يكون بالتوازي مع الإجراءات والإصلاحات اللي بتتم على أرض الواقع، إزاي يكون شبكة الأمان والضمان الاجتماعي بتصل للمعنيين بها، بمعنى إنه إزاي يكون في إطار إصلاحات اقتصادية بتكون بالتاكيد ضاغطه على البعض، بيكون لها كلفه بيتحملها البعض، مهم انه يكون الدوله بترى الفئات اللي هي قد تتضرر من هذا وازاي انه الدوله تقدر تصل اليهم بمزيد من المساعده. والحقيقه يمكن حجم وقدر زياده المرتبات والمعاشات خلال السنوات اللي هي الماضيه اتصور انه كان جيد للغايه، اخذ في الاعتبار التحديات اللي كانت بتواجه الاقتصاد المصري، اللي كانت بتواجه الموازنه العامه للدوله وما الى ذلك. وبالتالي يمكن دي فلسفه بتنتجها الدوله المصريه، ويمكن هي كان من بين اهم الاشارات الايجابيه اللي اشارت اليها تقارير صندوق النقد الدولي ابان مرحله الصراع الاقتصادي المصري، انه الحكومه المصريه هي قدر يبدعها مش بس في الاصلاحات الاقتصاديه لكن كمان في قدر التزامها بالمسؤوليه الاجتماعيه في اطار البعد الاجتماعي، في اطار مساندة الفئات اللي تأثرت. بالتأكيد جاءت جائحة كورونا علشان تزيد من حجم العبء وتخلق مزيد من معدلات البطالة، وده الحقيقة كان مسألة صعبة كان بتواجه الحكومة المصرية، وهي يمكن المبادرة اللي اتخذها السيد الرئيس لتوفير 100 مليار لمساندة الفئات اللي تأثرت سواء كان بقى في قطاع السياحة أو في غيره والقطاعات اللي تأثرت بشدة، الحقيقة كل ده كان
بيتم في إطار أنه الحقيقة الدولة المصرية أصبح لها خبرات في هذا الأمر، وإزاي أنها وقت الأزمة بتخلق مزيد من المبادرات علشان مش بس تضبط الوضع الاقتصادي لكن كمان علشان تساند كافة المواطنين. نقدر نقول أن احنا مرينا بهذه الأزمة دكتور هشام بنجاح. صحيح، وعشان كده بقول قدركم الخبرات، ويمكن بقدر الأزمات اللي بتواجه الاقتصاد العالمي واللي الاقتصاد المصري بيتأثر بيها على قدر تراكم الخبرات. ويمكن من بين أهم الدروس المستفادة والنتائج اللي هي وصلنا إليها فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي، إنه الاقتصاد المصري أصبح من بين الاقتصادات اللي قادرة على تحمل الصدمات، اللي بتنجح في التعامل مع الأزمات. فن إدارة الأزمة هي كان غائب عن الحكومات المصرية المتعاقبة على مدار عقود طويل، فلما تواجهنا عدة أزمات خلال السنوات المعدودة الماضية ويمكن للحكومة أنها تتعامل مع هذه التحديات، بالتأكيد مسألة هامة نجاح جيد، وده بيضاف للقدرات اللي بتتوفر في الدولة المصرية أنه إزاي تتعامل مع التحديات، إزاي يكون الضرر في حده الأدنى من خلال استهداف فئات أو استهداف قطاعات بمزيد من المساندة علشان يكون القدر العودة مرة أخرى أو قدر الانطلاق مرة أخرى لمعدلات ومؤشرات اقتصادية جيدة يكون أسهل وأسرع. دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، شكرا جزيلا لحضرتك. ينضم إلينا مشاهدينا هاتفيا أيضا الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي. دكتور كريم كل عام وحضرتك بخير. السيد الرئيس وجه خلال كلماته بالعمل على وصول الخدمات التدريبية إلى قرى مصر من خلال مبادرة حياة كريمة، برأيك إلى أي مدى تسهم هذه المبادرة في تحسين حياة الملايين من المصريين؟ يعني طبعا إحنا نقول لعمال مصر يعني ولكل الدولة المصرية كل عام وأنتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك وأيضا بمناسبة عيد العمال. يمكن طبعا يعني القوى العاملة والمشتغلين في الدولة المصرية وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يمكن وصل في نهاية عام 2021 ل 27.5 مليون مشتغل في الدولة. دي طبعا دي فئة وهدف وفئة مهمة جدا للدولة المصرية طبعا، وكلما زاد عدد المشتغلين دي طبعا إشارة جيدة وإن كان تدل على يعني انخفاض البطالة بقدر المستطاع. وطبعا يعني عدد المشتغلين بيزيد وفقا لزيادة الأنشطة الاقتصادية التي تحدث في الدولة. كمان طبعا يعني علشان أن الدولة المصرية يمكن منذ سنوات وهي بتحاول أن تساير الركب الاقتصادي العالمي خاصة في مجال العمل وتوفير فرص العمل، فكنا محتاجين إلى يعني تدريب مستمر وتطوير والتوجه نحو الرقمنة بشكل مستمر علشان نقدر يمكن الدولة تقوم برفع كفاءة القوى العاملة الجديدة أو الداخلين في سوق العمل الجداد من الخريجين علشان يكون لهم فرص عمل في سوق العمل، يكون يتوفر لهم فرص عمل بأجور معقولة إلى حد ما. فكان طبعا يعني إحنا بحكم إن إحنا دايما بننظر إلى مبادرة حياة كريمة، وهي طبعا حياة كريمة هي ليست مبادرة ولكن ده هي مشروع قومي كبير وعملاق لرفع حياة رفع مستوى معيشة وتحسين جودة حياة عشرات الملايين من المصريين. تغيير لشكل الحياة بوجه عام بصراحة. بالفعل رفع جودة حياة عشرات الملايين من المصريين اللي موجودين في أماكن معينة يمكن الأماكن دي ما كانش تصل إليهم الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية بالمعنى المفهوم. يعني طبعا إحنا يعني إن نتيجة السنوات العقود السابقة والمشاكل الهيكلية اللي في الاقتصاد المصري إن كان بيكون الاهتمام بمحافظات بعينها محافظات الوجه البحري بالقاهرة الإسكندرية، ولكن طبعا إهمال محافظات الصعيد وبعض المحافظات الحدودية يعني ده ترتب عليه إن في بعض المحافظات كانت نسبة الفقر فيها كبيرة، وبالتالي ده كان بيترتب عليه ظواهر سلبية زي الهجرة الداخلية من محافظات الدلتا إلى القاهرة أو الصعيد أيضا إلى القاهرة. طبعا أنا بقول إن مبادرة حياة كريمة علشان نقدر تكون مبادرة بالمعنى اللي احنا متصورينه والمعنى اللي احنا محتاجينه في الدولة المصرية، فده يعني
مش معناه او ليس فقط ان هي هتقوم تلك المبادره بضخ استثمارات في البنيه التحتيه والوحدات الصحيه والمدارس وخلافه، هذا ليس فقط الهدف الاساسي للمبادره، ولكن كمان محتاجين ان يكون ان هي تساعد المواطنين وتساعد تلك الفئات المحرومه والفئات اللي كانت مهمشه قبل كده ان هي توفر لها فرص عمل. يبقى توفير فرص عمل بيكون عن طريقين، اول طريق ان هي يعني تعمل مناخ اقتصادي جاذب للاستثمار وايضا يعني توفر مشاريع وتوفر انشطه اقتصاديه انها تستوعب تلك العماله، ولكن ايضا على الجانب الاخر وهو جانب مهم بل هو اهم انك تدرب تلك العماله، الاخذ بالعلم، الاخذ بالتكنولوجيا، الاخذ بالمعطيات الجديده والحديثه، ده يعتبر هدف مهم وسامي للدوله المصريه متمثل في مبادره حياه كريمه وتدريبهم وتمكين الشباب وتمكين الفئات المهمشه اقتصاديا ان هو يقدر ينفق على نفسه، لان طبعا احنا لما نيجي بنتحدث عن الدعم وأهمية دعم لتلك الفئات وهي طبعا ده يعني نقدر نقول ان دعمهم ده يعتبر يعني واجب والزام على الدولة، ولكن انت برضه لازم توقف المواطن ده على رجليه، لازم تقدر تدربه وتعلمه وتحاول بقدر المستطاع تسهل له ان هو توفر له فرصة عمل، سواء انك انت تدي له قروض ميسرة في المجال او في القطاعات او في الانشطة المرتبطة بالبيئة بتاعته، ايا كان بقى انشطة زراعية، تربية دواجن، تربية مواشي، مثلا حرف صغيرة، حرف يدوية، وانه ازاي يسوق منتجاته وانه ازاي يقدر يتعامل مع الازمات ويكون عنده ثقافة اقتصادية ويتمكن اقتصاديا، والمرأة ازاي يتم تمكينها اقتصاديا، كل دي بتبقى يعني امور مهمة جدا علشان انت في النهاية محتاج يكون عندك اجيال واجيال من العمال ومن الموظفين ومن ايضا يعني المشتغلين في الانشطة الاقتصادية المختلفة، كل يعمل في بيئته وفي مجاله وفقا لامكانياته المتاحة. شكرا جزيلا لحضرتك الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي، كنت متحدثا إلينا هاتفيا، كل عام وحضرتك بخير. مشاهدينا، تابعنا على مدار الساعة الماضية أو نتابع كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال، حيث توجه الرئيس السيسي للأمة العربية والإسلامية بأسم آيات التهاني بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وعيد العمال. بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، عاملاتي وعمال مصر الكرام في كل ربوع الوطن، السيدات والسادة، بداية يسعدني أن أتوجه إليكم جميعا وإلى الأمة العربية والإسلامية بأسمى آيات التهاني بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وعيد العمال. أعادهم الله تعالى علينا وعلى مصرنا الحبيبة بالخير والسرور والرخاء. إن احتفالنا بعيد العمال اليوم هو فرصة حقيقية للوقوف على ما أهرزه عمال مصر الأوفياء من تقدم في بناء الجمهورية الجديدة، ومناسبة لأن نستشرف معا مستقبل أبنائنا بروح جديدة مليئة بالأمل والعمل. معا فبالعمل تبنى الأمم وتقام الحضارات. عاملات وعمال مصر الكرام، لقد مر العالم خلال السنوات الأخيرة بأزمات متعددة، لعل أبرزها أزمة جائحة فيروس كورونا، ولا شك أن العمل تأثر كثيرا بتداعيات تلك الجائحة، حيث فقد ملايين العمال في العالم وظائفهم وظهرت أنماط جديدة من العمل تعتمد اعتمادا كليا على التكنولوجيا الحديثة، وكان الربح خلال تلك الفترة هو من أحسن الاستفادة من التطورات الرقمية الحديثة وواكب سرعة وتيرتها، ولذلك فقد أولينا اهتماما بالغا بالتحول الرقمي في جميع مجالات الدولة وكافة خدماتها. وعلى التوازي فقد قمنا بتقديم الدعم والحماية الاجتماعية اللازمة للفئات الأكثر احتياجا، فقامت الدولة بتقديم المنح الاجتماعية النقدية للعمالة غير المنتظمة فضلا عن تمكينهم اقتصاديا،
وتوفير فرص العمل المناسبة لهم والعمل على دمجهم بالقطاع الرسمي، كما تم الوفاء بأجور العمالة المنتظمة بالشركات المتعثرة من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال، كما لم نتوانى في دعم أصحاب الأعمال فأصدرنا حزمة من الإعفاءات والمزايا النقدية لتخفيف الأعباء عن كاهلهم حتى تجاوزنا جميعا تلك الأزمة على نحو أكثر صلابة وأشد بأسا. وقد أشادت بتلك الإجراءات المنظمات والجهات الدولية والتي اعتبرت مصر من التجارب الدولية الرائدة في هذا الشأن. وبالإضافة إلى جائحة كورونا، فإن التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الدولية كان لها بالغ الأثر على الاقتصاد العالمي، حيث تؤثر بشكل مباشر على حركة النمو الاقتصادي الدولي. ولا شك أن مصر جزء من هذا العالم، تتأثر بما يتأثر به إيجابا وسلبا، فكان لزاما علينا أن نتخذ بعض القرارات الاحترازية التي تهدف إلى حماية النظام الاقتصادي المصري من الاختلال، كما أن الإنجازات المتلاحقة والمشروعات العملاقة التي تحققت في مصر خلال السنوات السبع الماضية باتت سبباً رئيسياً في الصمود أمام التحديات والأزمات، وكلها وبلا استثناء استهدفت أولاً وقبل أي شيء تحسين جودة الحياة وتحقيق حياة كريمة لكل مواطن وللشعب المصري بأكمله. السيدات والسادة، لقد أدرك المصريون على مر العصور والأزمان قيمة العمل، فعملوا بجد واجتهاد جيلا بعد جيل، فعلى شأنهم وازدهرت حضارتهم وسبقوا بذلك كل الأمم. ولا يخفى عليكم أننا مقبلون على مرحلة مهمة من العمل والإنتاج للوصول إلى آفاق جديدة لمستقبل وطننا الغالي، وما يتطلبه ذلك من إسهامات عمال مصر لاستكمال الطريق الصحيح الذي بدأناه. فلقد كان الإنسان دائما هو محور التنمية وركيزتها، فعزمنا على الاستثمار فيه من خلال تنمية مهاراته وقدراته المهنية والارتقاء بمستوى وعيه ومعرفته. وقد حققت مصر إصلاحا ملحوظا في منظومة التدريب المهني والتعليم الفني وفقا لمعايير الجودة العالمية، وارتفعت في ذلك مؤشراتنا الدولية، كما وجهنا بالعمل على وصول الخدمات التدريبية إلى قرى مصر من خلال وحدات التدريب المتنقلة على مستوى الجمهورية تحت مظلة مبادرة حياة كريمة، وذلك لتحسين مستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين وتوفير فرص العمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. شعب مصر الأبي لقد حظى الحق في العمل باهتمام بالغ من الدولة من خلال تكثيف الجهود المبذولة للحد من ظاهرة البطالة، ومن بينها التوسع في المشروعات القومية الكبرى وإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتحفيز الشباب على البدء في مشروعاتهم، وتصميم برامج تأهيلية وتدريبية للباحثين عن عمل. ولضمان تحقيق ذلك، فقد وجهت الحكومة بسرعة الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والتي تهدف إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب وتحقيق نمو في الوظائف يتماشى مع النمو الاقتصادي، وهي الاستراتيجية التي ستتواءم مع الواقع الجديد لسوق العمل وتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة،
والتعامل بفاعلية مع وظائف المستقبل. كما أولت مصر اهتماما خاصا بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بأجهزة الدولة وهيئاتها العامة الاقتصادية والخدمية. وعلى التوازي فقد انتهى المجلس القومي للأجور إلى التوافق على تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص لأول مرة في مصر منذ العديد من السنوات. وعلى جانب آخر فلقد أضحى جليا أن تمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل يساعد على سرعة النمو الاقتصادي للبلاد ويعمل على زيادة الدخل القومي ويضاعف معدلات التنمية. لذلك فقد قامت الدولة بالعديد من الإصلاحات الخاصة بالمرأة العاملة، كما وجهت بضرورة وضع إطار داعم لتمكين المرأة في سوق العمل ومساندتها للالتحاق بوظائف المستقبل وحمايتها في أماكن العمل. عاملات وعمال مصر الكرام، بنات الأوطان باعث الأمل، صانعي مستقبل الأجيال القادمة، أنتم الركيزة الصلبة لهذا المجتمع وسبيله الرئيسي للبقاء والاستمرار وقوته الدافعة نحو النمو والازدهار. اعملوا وأحسنوا العمل وستجدونني دائما إلى جانبكم منحازا لقضاياكم وداعما لحقوقكم. وختاما أجدد لكم عميق اعتزازي بكم وبعطائكم وعزيمتكم الصادقة، كما أهنئكم جميعا بعيدكم وكل عام وأنتم بخير. ودائما وأبدا تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأؤكد أنني على يقين من قدرة عمال مصر على استكمال مسيرة التنمية من أجل مستقبل أفضل لأجيال شابة وواعدة. وتحيا مصر. فتحية لكل عامل من أجل الوطن في سائر المواقع. وأؤكد عميق اعتزازي بكم وبعطائكم وعزيمتكم الصادقة. وأهنئكم جميعا بعيدكم وكل عام وأنتم بخير. تحيا مصر، تحيا مصر.